ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا مستر متولي؟ اولا انا مش مستر، ثانيا الموبايل اهو اهو والطالب اهو والحملاوي اهو، يعني اركان الجريمه كلها متكامله. اهدى شوية عشان ناقص في الموضوع. أنا مش ههدى، أنا لازم الموضوع ده هو يتاخد على الحامي. والموبايل بتاعه فين بقى؟ ما هو قلت لحضرتك الموبايل أهو، وأدي الورقة أهو، اتفضل. إيه ده فعلا؟ ده هو ده الامتحان فعلا. يحيى العدل، شفتم؟ شفتم الحقيقة إيه؟ يا ابني استنى شوية، استنى عشان الموضوع عايز تحقيق موسع. وعايز شهود من الطلبة وحاجات كتيرة تاني. إن شاء الله نروح للمحكمة الجنائية. الموبايل ده بتاعك يا حبيبي؟ أيوة مستر. أنا بقى عايز أعرف الامتحان ده وصل لك إزاي؟ قولي الحقيقة ما تخافش. وصلني إزاي؟ أصل لا بلاش أتكلم. يا ولا يا ولا اتكلم يا ولا ما تخافش يا ولا، قولي الحقيقة كاملة بلا نقصان. يعني قول يا مستر. يا حبيب قلبي المستر قول. معايا الدليل اقول. يا حبيبي قول واني في ظهرك، قول ما تخافش. مستر متولي هو اللي بعلي الامتحان. انا ياد خدت منكم فلوس علشان خاطر اسرب لكم الامتحان. ربنا يستر عليك يا استاذ. ربنا يستر علينا جميعا يا سيادة المندوب، ده انا عايش وسط عصابه. افتكر الموضوع ده كده وده وخلاص. يا سيادة المندوب انت صدقتهم؟ ده انا عمري ما اعمل العملة المشينة دهيت. كده كده يا استاذ متولي تتاجر في الامتحانات؟ ده انت كده مربي فاضل؟ لا ده انت بتاع سبوبة. بتاع سبوبة؟ ما بلاش موضوع السبوبة ده، انت اكتر واحد يا حملاوي ما تتكلمش عن الحكاية دي، انت اكتر واحد بتتاجر. انت يا متولي واتكلم وقول الحقيقة قدام الباشا، يمكن عقابك يكون خفيف شوية. وهيفيد بإيه؟ هيفيد بإيه لو اتكلمت؟ ما خلاص. بس أقول لك على حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا برضك حقي مش هيضيع. يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يعني يسامحه على الإهمال دوت يا فندم. وأنت ربنا قال لك تعمل كده؟ دي مهزلة. أنا عارفة مذكرة وتحقيق عاجل دلوقتي. يا عم ترفع تنزل تعمل اللي تعمله. أقول لكم على حاجة، أنا هستقيل. أنا من بكرة الصبح أروح للسيد وزير التربية والتعليم والإدارة التعليمية وأقدم استقالتي. يحيى العدل يحيى العدل. بس يحيى العدل. عايز أطلب منكم طلب قبل ما أمشي. اتفضل. عايز أربيكم